أما الضياء وولى الظلام وأعليت سقف الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام عليك السلام وعليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحلقتين الماضيتين على عظم معاناة المسلمين وما ذاقوه من ألوان العذاب من مشركي قريش. ويقدر يخطر ببالكم أحبتي وتقدروا تسألوا، علاش هذا العذاب اللي لقاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ديالو وهم على الحق؟ علاش خلى الله سبحانه المسلمين كيواجهوا هذا التعذيب؟ علاش اللي معصمهمش الله سبحانه وتعالى هما كيدعيوا لدينه وكيجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الحق؟ علاش اللي معصمهمش الله سبحانه هو القادر يعني من أول يوم أنه يعز دينه ويوقف إيذاء قريش عن المؤمنين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أحبتي هو أن الابتلاء سنة الله في الخلق، وهذا واضح في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكيقول أيضا عز وجل في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والابتلاء أحبتي مرتبط بالتمكين، ارتباط وثيق، فقد جرت سنة الله سبحانه أنه ما كيمكنش وما كيعزش أمة إلا ما بعد ما تمر يعني بامتحانات مختلفة، وبعد ما كيظهر المعدن ديالها، فكيميز الله الخبيث من الطيب، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية ما كتخلفش. فقد شاء الله سبحانه أنه يبتلي المؤمنين ويختبرهم باش يمحص الإيمان ديالهم، ثم يكون لهم تمكين في الأرض والنصر بعد ذلك. وجهد المعنى هذا على لسان الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سألوا رجل، قال له: أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء أحبتي الكرام جعل الله سبحانه وسيلة لتصفية نفوس الناس ومعرفة المحق منهم والمبطل، لأن المرء يعني ما كيتكشفش في الرخاء، ولكن اللي كتكشفه هي الشدة. تقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتقول الله سبحانه أيضا في سورة العنكبوت: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالفتنة أحبتي والابتلاء هما الميزان لكي يميز الصادق عن الكاذب، فلا ينبغي للمسلم أنه يأس إذا ما عانى شيء من المشقة أو المحنة، ولكن يعني عليه يستبشر بالنصر كلما شاف أنه كيتحمل المزيد من الأذى في طريق تحقيق أمر الله جل وعلا. فتأملوا معي أحبتي هذه الآية الكريمة اللي غنوجدوا فيها هذا المعنى يعني واضح وجلي. كيقول الله سبحانه في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكان وجد هذا المعنى أيضا في الجواب اللي جاوب به الرسول صلى الله عليه وسلم خباب الأرض، وانا كنت حكيت لكم القصه ديالو لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو اليه داكشي اللي كيوجدوا من اذى وكيسالوا الدعاء للمسلمين بالنصر، فجاوبه صلى الله عليه وسلم قال له: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. الله تعالى أحبتي ابتلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وجعل البلاء ديالهم أشد وأعظم، فلما صبروا مكنهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم، فما يظن حتى واحد أنه غادي يخلص من الألم البتة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله
أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يا الله، يعني البلاء تيبقى البلاء على العبد حتى تيخرجو نقي من الذنوب. وذكر الله تعالى في الكتاب ديالو العزيز صور من الابتلاء اللي تعرضوا له الأنبياء عليهم السلام. تقول الله تعالى في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ابتلى إبراهيم عليه السلام بمعاداة الأب ديالو وقوم ليلو وبالإلقاء في النار، لحوا في النار. تقول الله تعالى في سورة الأنبياء: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وابتلي بالأمر أيضا بذبح الابن ديالو إسماعيل. فقال الله تعالى في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. يقول ابن القيم في الفوائد: الطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام ديالو رحمه الله. إلى تأملنا أحبتي في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما ابتلى به العباد ديالو الصفوة ديالو وبما ساقهم به إلى يعني أجل غايات وأكمل نهايات اللي ما كانوش كيعبروا لها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. وكان ذلك الابتلاء والامتحان يعني هو عين الكرامة في حقهم. فالصورة ديالو صورة ابتلاء وامتحان، كيبان راه ابتلاء ولكن في الباطن ديالو راه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأملوا حال سيدنا يعني حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه المحنة ديالو من الاصطفاء والتوبة ورفعة المنزلة. وتأملوا حال أبونا الثاني نوح عليه السلام وما آلت إليه المحنة ديالو والصبر ديالو على القوم ديالو هذيك القرون كلها حتى قرر الله سبحانه وتعالى العين ديالو وجعل العالم من بعد منه من الذرية ديالو وجعلوا خامس خمسة وهم أولو العزم اللي هم يعني أفضل الرسل. وأمر الرسول ديالو نبي محمد أنه يصبر بحل يعني كصبره واثنى عليه بالشكر فكيقول: إنه كان عبدا شكورا. فوصفه بكمال الصبر والشكر. ثم تأمل أيضا حال أبينا الثالث إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم. تأملوا يعني ما آلت إليه المحنة دياله والصبر دياله وبذلوا من نفسه لله سبحانه. تأمل كيفاش آل به بدلوا لله نفسه ونصره دينه إلى أنه اتخذوا الله سبحانه وتعالى خليلا لنفسه وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وخرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أنه يتبع ملة أبيه إبراهيم. ثم تأملوا أيضا حال كليم موسى عليه السلام وما آلت إليه المحنة دياله من أول ولادته حتى المنتهى أمره حتى كلموا الله تكليما وقربوا منه بسبب داكشي اللي تحمل من الشدائد والمحن العظيمة في الله من فرعون وقومه.
ثم بني إسرائيل ودكشي اللي أذوه به. ثم تأملوا أيضا حال عيسى عليه السلام والصبر دياله على قومه واحتماله في الله حتى رفعوا الله ليلو طهره من الذين كفروا وانتقم من الأعداء دياله وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم يعني الملك ديالهم والفخر ديالهم إلى آخر الدهر. فإلى جينا النبي صلى الله عليه وسلم وتأملنا السيرة دياله مع القوم دياله والصبر ديالو في الله واحتماله داكشي اللي ما احتملوش شي نبي من قبل منه وتلون الاحوال عليه من خوف وسلم وغنى وفقر وامن واقامه في الوطن ديالو والهجره ديالو تركه لله وقتل احبابه واولياءه بين يديه واذى الكفار ليلو بسائر انواع الاذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على امر الله يدعو الى الله فلم يؤذ نبي بما اوذي به صلى الله عليه وسلم ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما اعطيه صلى الله عليه وسلم فارفعوا الله ليلو يعني ارفع له يعني الذكر ديالو قرن الاسم ديالو باسمه وجعلوا سيد الناس كلهم وجعلوا اقرب الخلق اليه وسيله واعظمهم عنده جاها واسمعهم عنده شفاعه. كانت هذيك المحن والابتلاء كانت عين الكرامه ديالو وهي الشيء اللي يعني زادوا الله بها شرف وفضل وساقوا بها الاعلى المقامات. وهذا حال الورثه ديالو من بعده يعني الامثل فالامثل كل عنده نصيب من المحنه. فإلا تبتلينا احنا في هذه الحياه فلعل الله كيعدنا لشي مهمه عظمى كتسنانا كيبتلينا باش يمكننا والتمكين هو درجه الانبياء وما كيكون التمكين الا من بعد المحنه. فإلا امتحنا وصبرنا مكننا ان شاء الله. وإلا تبتلينا في هذه الحياه ايضا احبتي فلعل الله بغى يطلعنا يعني عمليا على حقيقه نفوسنا باش نعلموا اننا عباد ضعفاء لا حول لنا ولا قوه الا بربنا الله سبحانه. فيعني فهذا الشيء غيدفعنا اننا نتوكلوا عليه سبحانه حق التوكل ونلجؤوا ليه حق اللجوء. حينها غيسقط الجاه وغيسقط التيه والخيلاء والعجب في النفس والغرور والغفله وكنفهموا اننا مساكين نلوذ بمولانا وضعفاء كنلجؤوا القوي العزيز سبحانه. ولا تبتلينا في هذه الحياه احبتي فلعل الله بغي يكفر علينا السيئات ديالنا. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يا الله فشوفوا يعني قيمة الابتلاء. وإذا ابتلينا أيضا أحبتي في هذه الحياة فلعل الله بغي يعني بغي لنا أنه نحصل على الأجر ورفعة الدرجات. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. سبحان الله. والله سبحانه يعني إلى بغى العبد خير كيسقيه من الابتلاء والامتحان على قدر الحال دياله حتى إذا يعني هدباه ونقاه وصفاه أهل الأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته سبحانه وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه سبحانه. فإلى تبتلين أحبتي في هذه الحياة فلعل الله سبحانه بغى يكشف لنا حقيقة الحياة الدنيا اللي لا تخلو من نكد وتعب وهم. تيقول الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد وأن الحق يعني الحياة الحقيقية راهي الحياة الآخرة اللي لا مرض فيها ولا تعب ولا نصاب ولا هم. تيقول الله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون يعني هي الحياة الحقيقية. فإلا ذقنا أحبتي المرارة ديال الدنيا اشتقنا إلى الجنة. كيفاش غادي نشتاقوا للجنة وحنا عايشين في هذه الدنيا هانين؟ فسبحان الله. فالابتلاء قيمته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة فهو باش يطهرنا وباش يرفعنا درجات عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله وقت حلقتنا نفد وألقاكم بحول الله في حلقة جديدة وما حدث آخر من أحداث سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حدث صنع صلى الله عليه وسلم باش يخرج الأصحاب ديالو من معاناتهم وباش يحيلنا هذا الحدث على واحد سنة أخرى من السنن الربانية اللي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الحدث وشنا هي هذه السنة الربانية؟ نحدثكم عليهم
في الحلقة المقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، وصحبك والتابعين الكرام. بك الله أحيا نفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر، حملت لها شرعك الأنوار، فعم الضياء وولى الظلام، وأعليت سقف الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت